احنا اليوم سعداء امانه في استضافه هذا النوع من المؤتمرات، مؤتمر المايو كلينيك. واللي يميز هذا المؤتمر انه هو يقام في مملكتنا الحبيبه، وهي قد تكون الدولة الوحيدة أو المملكة الوحيدة اللي يقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية هذا النوع من المؤتمرات. أمانة هذا المؤتمر هو مؤتمر سنوي ينعقد في البحرين. الهدف من هذا المؤتمر هي مواكبة آخر التطورات والمستجدات التي تحدث في أمراض القلب وفي جميع تخصصات أمراض القلب. نتكلم عن مشاكل الشرايين في القلب أو مشاكل عضلة القلب أو صمامات القلب أو حتى كهربة القلب. احنا هنا في مؤتمر لأمراض القلب في البحرين تبع ماي كلينيك. يعني المؤتمر يتكلم عن كيف نثقف المجتمع عن جميع الأمراض اللي تتعلق بالقلب، ويعني الاستفادة اللي قدمها المؤتمر للمجتمع يعني في كثير من المعلومات ومن الأشياء المغلوطة اللي موجودة عند الناس. فهالمؤتمرات هذه تشجع الناس على يعني تشجع التثقيف وتزيد وعي المجتمع عن المجتمعات، وان يعني مثل هالمؤتمرات هي اللي راح تساعد على يعني رفع مستوى الثقافي عند كدكاترة وكطلاب وكسائر المجتمع يعني بشكل عام. هذا ثامن سنة منشارك فيها بالمايو كلينيك. صراحة هو مهم بالنسبة لنا لأنه أول شيء بيصير مرة بالسنة بالبحرين واتجاذرز أو بجمع كل حكم القلب من العالم العربي من الخليج، فبيكون في حضور عالي جدا، بيكون في اكسبوجر لألون ولألنا، وهيك متعرف على عالم من ضمن البحرين، يعني دكاترة من ضمن البحرين وبرات البحرين. فهي فعالية كتير مهمة بتضلها لأربعة أيام وبتسمح لنا أصلا كمان يعني مثل ما بيقولوا نعرض اللي نحنا عنا يا جديد، وهن يكتشفوا ويتعرفوا على انه نحنا كشرك شو موجود عنا يعني، وشو عم نقدم وشو عم ينزل وشو التجديدات الجديدة يعني. طبعا دي تاني سنة ليا مشاركة في المؤتمر. السنة اللي فاتت برضو جيت المؤتمر، عجبني جدا في المؤتمر بصراحة حسن التنظيم، تنظيم ممتاز جدا، المواعيد بتاعة المحاضرات بصراحة جميلة، اللي هو لو انت عايز تحضر محاضرة معينة هتنزل على الميعاد هتبقى المحاضرة بالظبط، فالتنظيم جيد جدا. المادة العلمية سرية جدا، تقريبا بيلخص القلب كله في الثلاث او اربعة ايام دول، فهي فرصة كمان كويسة جدا للأطباء الصغار ان هم لما يحضروا المؤتمر ده يستفادوا جدا جدا جدا، هتبقى زي مفتاح باب ليهم ان هم يدخلوا بقى للقلب بقى بتمعن اكتر يعني.